الذي سيرفع عنه، فيصبح هناك نوع من الاستيلاء على تفكير الإنسان. هذه المصيبة الثانية في حب المنزلة. المصيبة الثالثة أن حب المنزلة في قلوب الناس خفية في النفس، مع كونها شديدة ومتحكمة فيه وتنمو وتزداد مع العطاء، لكنها خفية. الجوع يخفى، واحد جيعان وما يشعر أنه جيعان، الجوع ظاهر. شهوة النكاح تخفى، ما تخفى، دواعيها ظاهرة، لكن شهوة حب المنزلة في قلوب الناس تتلون عند الإنسان. فإذا كان الإنسان عنده شيء من التقوى والخوف من الله، يبدأ يحاسب نفسه، يقول استغفر الله، أنا ما أريد وراء الناس، أريد أن أكون صادقا مع الله سبحانه وتعالى. تأتي النفس تقول صدقت، أنت كن صادق مع الله، لا ترى الناس، اعمل لله سبحانه وتعالى. يبدأ يعمل قليل لله، تأتي شهوة حب المنزلة وتلعب عليه، تقول اسمع أنت لا ترى الناس، لكن ممكن هم يشوفونك، هو ما رآهم، ما أراد أن يروا، لكن لما نظر إليه إنسان هو يعمل ما شاء الله أنت تعمل كذا، مباشرة تشتهي، تتحرك هذه الشهوة، مباشرة تنتشي. هو قبل قليل كان يراجع نفسه، يقول يا نفس اصدقي مع الله، اعملي لله، لا تنتظري ثناء الناس. ووافقت النفس وعاهدته على أن تعمل لله، بدأ يعمل، بدأ بعض الناس ينظرون إليه، ما شاء الله فلان أنت عملك زين وأنت محسن للعمل ومتقن، شافوني. مرة ثانية يأتي ينتظر أحد مرة رأى أو ما رأى، طيب أنت قبل قليل عاهدت نفسه، قال هي خفية تخفى، انتبه بعد ذلك، ما صار يلتفت إلى الناس نظروا إليه أو لم ينظروا إليه، بدأت تخاطبه تقول أنت اخلص لله، يقول نعم خلاص أنا قررت الإخلاص، يبدأ يؤدي العمل. أثناء أداء العمل تأتي النفس، هذه شهوة حب المنزلة في قلوب الناس، تأتي تقول له اسمع أنت لأنك مخلص ما أردت الرياء ولا أردت المنزلة، شوف حتى النور ظهر في وجهك، وترى يوقف قدام المراية، قمت الليل ولله سبحانه وتعالى في قيام الليل، وما أردت منزلة ولا أردت الناس يعرفون أني قمت الليل، وذهبت صدقت صدقة سر، بعدين شوي يقف أمام المراية، في نور ظهر في وجهي ولا ما ظهر؟ ما المقصود من ظهور النور في وجهك؟ الوجه مواجهة مع الناس، ينظر الناس إلى النور في وجهك. مسألة أخرى، أحسن إلى إنسان في السر، ما يريد أحد يحترمه، ما يريد أحد يثني عليه لأنه أحسن، لأنه ما يريد المنزلة، ما يريد الذكر، يريد لله سبحانه وتعالى، ما يريد الناس يذكرونه بالخير. لكن دخل إلى المجلس وهذا الإنسان اللي أنت أحسنت إليه كان موجود في المجلس، تأتي نفسك تحدثك تقول لما دخلت الآن المجلس ما الآن هذا بيستحي وبينش ويخلينا نجلس مكان، قال العلماء هذا من حب المنزلة الخفي في النفس. لماذا من حب المنزلة؟ أنت أعنته من أجل الله ولا أو أعنته لكي يوقرك ويحترمك بين الناس ويوسع لك في المكان؟ قال الإمام الغزالي رحمه الله من الرياء الخفي أن يتوقع الإنسان عندما يعمل الخير ويخفي عمل الخير أن يوسع له من عمل لهم الخير المكان، إذا دخل يحترمونه يقدرونه، يدخل في خاطره في نفسه تقول شوف هذا بسبب عملت الخير لهم هذه منزلتك الآن صارت. قال في شيء أخفى من هذا؟ نعم عاد في شيء أخفى من هذا. الأخفى من ذلك تقول لنفسك إخلاص إخلاص، ما أريد الناس يروني، ما أريد الناس يروني، لو رأوني ما بلتفت إلى مدحهم، أنا بطلب رضوان الله، بطلب رضوان الله، ما أدور في المراية شوف في نور ظهره لا، ما أدور في المراية، يأتي خاطر دي. ولا تنتظر أن يوسعوا لك أو يمدحوك، ما أنتظر حتى يوسعوا لي المكان، لأن هذا بيني وبين الله. تأتي النفس أقول لك أنت أخلص لله، وإذا أخلصت لله الله سيجعل الناس يحترمونك ويوقرونك. ما انتظرت أنت من الناس، انتظرت من من؟ انتظرت من الله، لكن انتظرت ماذا؟ انتظرت رضوان الله أو انتظرت أن الله يجعل الناس يحترمونك ويوقرونك؟ انظر إلى أي حد حب المنزلة في قلوب البشر خفي في نفس الإنسان، شهوة المنزلة بين الناس إلى الحد الذي حتى عندما تقاتل تحدثك نفسك بالإخلاص تحول الإخلاص من أن الإخلاص يطلب به رضوان الله إلى أن الإخلاص يطلب به أن الناس أن الله يجعل الناس تحترمك. طب أنا ما طلبت من الناس تحترمني، ما طلبت من الناس تجلني، ما طلبت من الناس تثني علي، أنا أريد لله، لكن أنا لما أخلص لله هو الله سيجعل الناس يحترموني. طب أنت خلصت لأجل أن الله يجعل الناس يحترموك؟ إذن حب المنزلة بين الناس، حب احترام الناس لك وإجلال الناس لك أمر دفين كشهوة في نفس الإنسان. ها، فإذن ثلاثة أخطار، أنها كلما أعطيتها تزداد شهوة حب المنزلة، والخطر الثاني ما هو؟ أنها تأخذ بمجامع القلب تسيطر على فكر الإنسان. الثالثة ها أنها خفية. وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشهوة، شهوة حب المنزلة والمكانة في قلوب الناس، وصفها بالشرك الأصغر، الشرك الخفي. ليس المقصود هنا بكلمة شرك الخروج عن الملة، ها،
لأن الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صادقا مصدقا بها في قلبه مستقبلا للقبلة هذا لا يمكن أن يكون مشركا. لا يوجد شرك في المسلمين شرك أكبر. لكن الكلام هنا عن الشرك الخفي الذي لا يخرج عن الإسلام. لكن لماذا سمي شركا؟ لأنك أشركت مع الله غيره في إرادة العمل. أنت تعمل ليثيبك الله أو تعمل ليثني عليك الناس؟ إذا كنت تعمل لله فلماذا تشرك مع طلب رضوان الله، طلب رضاء الناس، طلب مدح الناس، طلب احترام الناس؟ فلهذا سمي شركا. ولماذا سماه النبي الخفي؟ سمي الخفي لأنه يخفى عن النفس. وصفه الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: أخفى من دبيب نملة سوداء على صفات صخرة صماء في ليلة ظلماء. تحس بدبيب النمل الأسود في ظلمة الليل على الحجر؟ ما تحس به. لماذا؟ لأنه خفي. قال: وكذلك هذا في نفس الإنسان، فهو إذن أخطر الشهوات. هذا النوع من الشهوة وهي شهوة حب المنزلة بين الناس تتقوى بالعادة كغيرها من الشهوات، وتتقوى بالصحبة لكن أسرع. إذا يأتي سؤال، نحن نتكلم الآن عن أصول وفروع الأخلاق النبوية المحمدية، وسنريد أن نصل إلى العفة بالكلام عن أصل الشهوة. سؤال يأتي فيقول: لماذا أوجد الله فينا هذا؟ هل هو من باب الاختبار والابتلاء لنا؟ من الممكن، لكن هناك معنى أعمق من الابتلاء أيضا. الله سبحانه وتعالى أوجد هذه أوجد قوة الشهوة في نفس الإنسان، قالوا لثلاثة حكم من ضمن حكم عظيمة كثيرة، حكم الله لا تنتهي، لكن ميز العلماء منها ثلاث حكم مهمة رئيسة. الحكمة الأولى من وجود هذه الشهوة بقاء الإنسان. الحكمة الأولى بقاء الإنسان، استمرار الإنسان في أداء مهمته ودوره. فأما شهوة الطعام فلبقاء صحته وعافيته وحياته. لو لم يوجد الله تعالى فينا الجوع من الممكن أن نموت ونحن في الطريق، لأن الجسم افتقد إلى الأطعمة ولا يجد الطعام وهو محتاج ليتغذى. فإن لم توجد شهوة الجوع ما ذهبت تطلب الطعام، وإذا لم تذهب تطلب الطعام ممكن تسقط. فشهوة الجوع لاستمرار الجسم، وشهوة النكاح لاستمرار النوع. ما معنى استمرار النوع؟ لولا وجود هذه الرغبة ما تحمل الإنسان مشقة المسؤولية، ولا تحملت المرأة مشقة الحمل ومخاطر الحمل وآلام الولادة، ولا تحمل الرجل والمرأة مسؤولية التربية والنفقة. هذه أشياء متعبة، ما الذي يجعل الإنسان يصبر عليها؟ وجود شهوة النكاح، فلهذا هي تسوقه إلى الاستمرار. وشهوة المنزلة تسوق الإنسان في همة الاستمرار في طلب الله. طيب كيف شهوة المنزلة عند الخلق تقود الإنسان في الاستمرار في طلب رضوان الله؟ قال: أن هذه الشهوة تدفع الإنسان إلى العمل. حب المنزلة اللي يسمونه اليوم الهدف، الغاية، الرسالة اللي تريد تصل إليها، حب المنزلة يدفع الإنسان إلى العمل. لكن الأصل هنا في الاستمرار في العمل أن تتحول من حب المنزلة لدى الخلق إلى حب المنزلة لدى الخالق سبحانه وتعالى. الأصل في خلق حب المنزلة في نفس الإنسان أن تتوجه محبة المنزلة من حب المنزلة والذكر والمكانة بين الناس إلى حب المنزلة والذكر والمكانة عند الله سبحانه وتعالى. انظر، لما أراد الله أن يرغبنا في الذكر، أن يلهب همتنا للذكر، يقول الله في الحديث القدسي الصحيح الذي أورده البخاري وغيره: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. هذه منزلة وليست منزلة؟ منزل عند الله. أنت تذكره يا صغير يا ضعيف يا مسكين يا مذنب يا فقير، تقول: لا إله إلا الله. كلمة تقولها: رب السماوات والأرض، قيوم السماوات والأرض، الملك الجبار سبحانه وتعالى يذكرك لأنك ذكرته. هذه منزلة أو ليست منزلة؟ فهو يحرك فيك حب المنزلة عنده سبحانه وتعالى ليحركك إلى العمل. ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأ الملأ الأعلى. ما وجه حب المنزلة عند الله؟ أنك من مكانتك عند الله ومن علو قدرك عند الله أن الله صار يذكرك عند أحبابه عند ملائه الأعلى. البشر وهم بشر ناقصون، إذا أحب أحدهم إنسانا يطريه، يقولون عندنا أولى يذكره، يقولوا: فلان ما شاء الله عليه كذا وكذا وكذا. بعد مدة ذكره مرة ثانية، بعد مدة ذكره مرة ثالثة. ما الذي يقع في نفوس الحاضرين؟ يجي يقول لك: يا أخي أنت إيش سويت في فلان؟ يقول: ليش؟ قال: يطريك دائما، ما من مجلس إلا يمدحك فيه، ما مر مجلس إلا ومدحك فيه. كثرة المدح أمام الآخرين دليل على ماذا؟ على المنزلة في نفس المادح. فإذا رب السماوات والأرض ذكرك في الملأ الأعلى، معنى هذا إيش؟ أنه قد صارت لك منزلة عنده سبحانه وتعالى. فإذا الأصل في شهوة حب المنزلة في نفس الإنسان
أن الله أوجبها لاستمرار طلب رضوان الله، لكن إذا وجهت إلى إين؟ إلى حب المنزلة عند الله، وليست حب المنزلة عند الخلق، عند الكائنات. فهذه الحكمة الأولى من وجود الشهوة، الاستمرار، استمرار الصحة والحياة باستمرار الجسد في الطعام والشراب، استمرار النوع جنس الإنسان في النكاح، استمرار الهمة في طلب رضوان الله تعالى في وجود شهوة المنزلة. الحكمة الثانية من ذلك أيضا، قال العلماء التروح بما سيحصل في الآخرة. طبيعة النفس البشرية أنها يصعب عليها الاستمرار في شيء إذا لم يكن هناك حافز.